وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. أهلا ومرحبا بك أستاذ أيمن. بداية، استعدادات في غزة لإطلاق جمعة الثبات ضمن مسيرات العودة التي انطلقت منذ أشهر، هل لك أن تطلعنا على هذه الاستعدادات؟ يعني ونحن نتحدث إليكم في هذه اللحظات لا تزال مكبرات الصوت تصبح عبر مآذن المساجد وكذلك السيارات المتحركة هنا في قطاع غزة لدعوة الجماهير للمشاركة في هذه المسيرات، بل إن هناك المئات من المواطنين تواجدوا بالفعل قبل الموعد المحدد وهو المفترض أن يكون بعد نصف ساعة من الآن تحديدا في مخيمات العودة وكسر الحصار الخمسة المنتشرة على مناطق شرق قطاع غزة بمحاذاة قوات العدو الصهيوني. إذا الاستعدادات على قدم وساق وهناك توقعات كذلك، بل أن تكون هذه الجمعة أكثر زخما من الجمعة الماضية، وهو ما بدأ واضحا خلال الجمعة الثلاثة الأخيرة بأن كل جمعة كانت تأتي كان الزخم الجماهيري فيها أكثر من الجمعة التي سبقته، وربما هذا يفسر باشتداد وطأة الحصار الجائر المفروض على المواطن الفلسطيني وضغطه باتجاه إيجاد حلول سريعة للمواطن الفلسطيني الذي يعاني في هذه الأوقات، سواء حصار مشدد من قبل العدو الصهيوني أو عقوبات تفرضها السلطة الفلسطينية وما ينعكس على الوضع العام الفلسطيني الذي بات يجد في هذه المسيرات أداة فاعلة للضغط على الاحتلال وإرباك خياراته المختلفة في محاولة منها للضغط على الاحتلال بإيجاد حلول للمواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة، كون الاحتلال هو المسؤول عن الشعب الذي يقع تحت دائرة احتلاله وممارساته المختلفة. الوضع يعني في المقابل سيدي هناك حديث من قبل جيش الاحتلال برفع حالة التأهب، يعني ما الخطوات التي يجب اتخاذها الآن لتجنب المتظاهرين هدر مزيد من الدماء بعد حادثة أمس؟ يعني الواضح بأن قوات الاحتلال الصهيوني هي التي تبادر باستهداف هؤلاء المتظاهرين، والكثير من التقارير والتحذيرات الدولية تؤكد ذلك. هؤلاء متظاهرون سلميون بشكل شعبي تماما يتظاهرون على الأسلاك التي وضعها الاحتلال شرق قطاع غزة للمطالبة بحقوقهم الإنسانية التي أقرتها كافة الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية، لكن في المقابل الاحتلال الصهيوني هو الذي يبادر بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، يبادر بإطلاق الرصاص الحي والقاتل، يبادر في بعض الأحيان بإطلاق العديد من القذائف في محيط المتظاهرين وبينهم، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاع إصابات ويعني إصابات وقتل في صفوفهم بفعل عن جهية الاحتلال الصهيوني. كنا في الماضي نقول بأن المواطنين يبقون بعيدين عن الاحتكاك مع قوات الاحتلال، لكن بالمحصلة قوات الاحتلال ما إن تشاهد المواطنين أمامها حتى تبدأ بعمليات القمص والقتل في صفوفهم هذا من جانب. من جانب آخر هناك تأكيدات تصل إلى المواطن الفلسطيني الذي يشارك في هذه المسيرات بضرورة الحفاظ على السلامة الشخصية والابتعاد عن مرمى نيران قوات العدو الصهيوني، فقط بهدف إرسال رسالة للعالم بأن يتحرك لكسر الحصار عن غزة، لكن تباغتهم قوات الاحتلال وهي التي تقوم بالقتل والقمص للمتظاهرين. تأتي فعاليات اليوم في ظل مزيد من الانتهاكات والتضييق على الشعب الفلسطيني بإغلاق مقر الأونروا، كيف ترى ردة فعل الشارع الفلسطيني على هذه الخطوة وكيف هم يرونها؟ يعني الشارع الفلسطيني واضح بأنه بات يدرك بأن الأطراف المختلفة تعمل جاهدة على تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، والشارع الفلسطيني يدرك كذلك بأن ما يجري من قبل الأمر وبين الفينة والأخرى من إضرابات وإغلاق لمقارها تحت حجج واهية إنما هي رسائل مختلفة، وعلى ما يبدو أنها محاولة لجس نبض الشارع الفلسطيني بخطوات أكبر قد تجري على الأرض بين الفينة والأخرى. هناك تصريحات بانعدام الميزانيات، هناك تصريحات بوقف التمويل، هناك تصريحات بدراسة نقل المدارس إلى الوزارات الحكومية وغيرها من التصريحات. الشارع الفلسطيني بات يدرك بأن ما تقوم به الأونروا وأطراف أخرى سواء عربية أو غيرها
إنما هو ضمن مخطط كبير لتصفية القضية الفلسطينية فيما يعرف بالصفقة وصفقة القرن التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية وأطراف مختلفة. لذلك نجد بأن المواطن يرد على هذه الإجراءات إما بتظاهرات غاضبة للغاية أو المشاركة بقوة في المسيرات التي باتت يعني تربك حسابات الاحتلال سواء على الحدود الشرقية من قطاع غزة أو الشمالية أو من خلال البحر. والمواطن الفلسطيني بات يدرك ويعتقد ربما أنه ليس بيده أكثر من هذه المسيرات التي من خلالها يحاول أن يبقي الأضواء مسلطة هنا على قطاع غزة علها تحرك المياه الراكدة بنصرة الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه المكفولة دوليا. نعم، عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني السيد أيمن الدلول، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.